بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. في يوم القيامة هناك عدة مشاهد يعيش فيها الناس نتائج تاريخهم الذي عاشوه في الدنيا، فهناك الناس الذين يعيشون على هامش أناس آخرين بحيث لا تكون لهم أي إرادة وأي موقف، بل يكون موقفهم موقف الناس الذين يمثلون رموزا اجتماعية في خط الكفر والضلال، أو رموزا سياسية في خط الانحراف. من هؤلاء الذين كانت حياتهم بكل مجالاتها إما إنكارا لله ولرسالاته، وإما انحرافا عن خط الله ومنهجه، وإما ضياعا في الحياة. هؤلاء الذين قد يملكون قوة يستضعفون بها الناس، سواء كانت قوة مال يضغطون بها على الواقع الاقتصادي للناس فيغرون بعضهم ويرهبون بعضهم، أو قوة سلطوية يستعلون فيها على الناس ويتسلطون بها عليهم ليقهروا هذا ويقهروا ذاك. والناس عادة بحسب طبيعتها إذا كانت في موقف الضعف فإنها تخضع تلقائيا للقوي إذا لم يكن لها قوة من فكر وعقيدة تمنعها من ذلك. والناس عادة يستضعفون أنفسهم للقوي حتى لو كانوا أقوياء، لأنهم يرغبون أن يظهروا أمام القوي مظهر الضعف ليحصلوا على شيء من مكتسباته. وتمضي الحياة ويتحرك المستكبرون ليعيثوا في الأرض فسادا، ويتجند المستضعفون ليدافعوا عن فسادهم وليركزوا قواعد الفساد. من هو المستكبر؟ هو إنسان لا يملك في ذاته من القوة شيئا، ولكن الناس تتجمع حوله
فيأخذ من قوتهم قوة، يصير بها قويا ويصير بهم قويا، ثم تتوسع القوة فيتوسع سلطانه وشأنه. نحن الذين نصوغ للمستكبرين استكبارهم، ونحن الذين نمنح الأقوياء قوتهم. في أي موقع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو غير ذلك، ونحن الذين نحمل أوزارهم على ظهورنا لأننا نكون جنوداً لهم تارة وأعواناً أخرى ومؤيدين ثالثة وراضين ومشجعين لأعمالهم رابعة. وإذا بكل آثامهم تتحرك لتكون آثاماً لنا، لأننا صنعنا لهم آثامهم من حيث صنعنا لأنفسنا آثام. ويأتي يوم القيامة ويدخل الجميع في النار بأعمالهم وبإضلالهم وبضعفهم. يدخل الأقوياء في النار لأنهم حركوا قوتهم في ظلم أنفسهم وفي ظلم الناس، ويدخل الضعفاء النار لأنهم سلموا قيادهم للأقوياء واستضعفوا أنفسهم فأسقطوا ما يملكون من قوة، ولو شاءوا لا استطاعوا أن يحركوا قوتهم في مواجهة الأقوياء، ولكنهم عاشوا بدون إرادة وبدون موقف وبدون رأي. إذا قال لهم الناس ما رأيكم؟ قالوا الرأي للزعيم وللوزير وللوجيه وما إلى ذلك. وإذا قال الناس لهم ما هو موقفكم؟ قالوا وهل يملك الإنسان موقفا أمام السيد المطاع؟ يستعبدون أنفسهم وهم الأحرار، ويذلون أنفسهم وهم الأعزة. والله لا يغفر للإنسان أن يذل نفسه، لأن الله جعل العزة للمؤمنين. والله لا يغفر للإنسان أن يستعبد نفسه وقد خلقه الله حرا. ولذلك يجتمعون في النار، وفي النار ليست هناك سهرات ليالي. عادة الإنسان يأخذ حريته المناقشة بيناتكم، بالنهار أنتم مشغولين متى تتناقشوا وتتنازعوا، وهذا يقول والله القضية الفلانية، من بالليل خصوص ليالي الشتاء الطويلة. بس بالنار ما في لا ليالي الشتاء ولا ربيع ولا خريف، كلها نهار. مش الشمس نهار، هذا النار التي تنطلق شعلها في الفضاء فتضيء كل ما حولها، ما في نوم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لا يموت فيها ولا يحيى، لا يذوق طعم الحياة ولا راحة الموت. وإذ يتحاجون في النار، صاروا مثل بعضهم. بالأول كان ما يستطيع يقابل الزعيم ولا يقابل صاحب الفخامة ولا صاحب الدولة ولا صاحب السعادة ولا الوجاهة، في كل ما استحدثه الناس من ألقاب كما قال ذاك الشاعر
ألقاب مملكة مما يزهدني في أرض أندلس، ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ما في قط هيك لما ينفش حاله، خصوص القط الذكر، بناءك أنه هو يعني كالأسد في انتفاخه، مثل هول الهرر الذين يحسبهم الناس أسادا، فلان صاحب فخامة وفلان صاحب دولته فخامته وإلى آخر ما هناك اللي جابونا إياها كلها العثمانيين هذه. مهم بالدنيا ما حدا بيقدر يجي لحدا، ولكن بالآخرة مثل بعضهم بالنار مع بعضهم، ما في طبقية بعد، ما في صاحب الدولة وصاحب الفخامة وصاحب العزارة وصاحب الفقر وصاحب الحرمان وصاحب الفساد وخداخة إلى آخر ما هناك. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، جماعتكم أعوانكم جنودكم زلمكم، فهل تحملوا عنا شوية، أخذوا عنا كم كيلو من النار، خففوا، كنا نخفف عنكم ضغط أعدائكم، كنا نخفف عنكم ضغط مشاكلكم، كنا نجوع لتشبعوا وكنا نضعف لتقووا وكنا نتعب لترتاحوا، تحملنا عنكم الكثير فتحملوا الآن عنا بعض القليل، نصيب مش النار كلها. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيه، كل الجماعة صار، كل المنظمة، كل المجتمع، كل العشيرة، بعد ما في مثل بعضنا، لا يغني إنسان عن إنسان شيئا، كنا في الدنيا نغني عنكم بعض الشيء وتغنون عنا بعض الشيء، كل بحسب اختصاصه، ولكن الآن مثل بعضنا، كلنا معذبون، كلنا آثمون، كلنا واقعون تحت سخط الله، إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، أعطى الذين استخدموا إرادتهم في الكفر والضلال وحكم على الذين أسقطوا إرادتهم في الخير فخضعوا للشر. صدر الحكم بعد، ما دام صدر الحكم بعد، مين؟ من الذي يملك لنفسه شيئا أمام الله؟ وقال قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. شافوا ما في فائدة، جماعة تحترق جلودهم في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، شافوا ما في فائدة، جماعة ما يقدر، فشكلوا وفد، يعني هكذا نتصور أو نتخيل أو نستوحي، وفد راحوا إلى مجلس الإدارة إلى دائرة مالك خازن النار، بلكت هو يقدر يعمل ذلك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، إحنا نعرف أنكم أنتم موظفين عند الله، والموظف ما عنده صلاحية يتصرف ولا عنده حرية، الله شو يقول عن موضوع يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن ما عندهم حرية جماعة،
فإذا جماعة فهمانين، الذين في النار فهمانين بأنه هؤلاء إذا قالوا لهم خففوا عنا، نفس الجواب، إن الله قد حكم بين العباد، إحنا شو نعمل؟ جماعة الحاجة أم الاختراع، فطلبوا أنه ليه أنتم جماعة مقربين لله، ولذا الله جعلكم خزنة جهنم وأعطاكم هالمرتبة العليا، أنتم تعذبون الملوك والسلاطين والأغنياء والوجهاء وما إلى ذلك، ادعوا الله، احنا دعائنا ما راح يستجاب، الله غضب علينا، بس احنا نرجوكم على ان تدعونا. قالوا وقال الذين في النار، لما تقروا القرآن تأملوا بالكلمات وبإيحاءاتها، مش تقروا هيك رأسا، لا تحرك به لسانك، الله يقول للنبي، مو بس احنا هم كون من خلال النبي، الله يخاطبنا من خلال، لا تحرك به لسانك لتعجل به، تدبر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، تأمل، أفلا يتدبرون القرآن. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف يعني راحة، ما يشيل 365 يوم هكذا، وخصوصا يوم جهنم يوم القيامة، ساعة يقول إن يوم أنه كألف سنة، في عدنا لا، كان مقداره 50,000 سنة مما كان، يوم مش يوم 24 ساعة، يوم نرتاح، أعطونا إجازة من العذاب، واحد يأخذ إجازة، هذا فين إجازة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم يقم الله عليكم الحجة، ألم يأتكم الرسل بآيات الله بكل تعاليمه ووصاياه وأحكامه، أقام الله عليكم الحجة أو لا؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، ولكن احنا ما أطعنا، ركبنا رؤوسنا، تكبرنا، وأنكرنا يوم الآخرة، وطردنا الرسل، ورجمناهم، وتعدنا عنهم. قالوا ما دام القضية هكذا وأنتم تعترفوا، قالوا فادعوا، خليكم نصب أهل الليل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع، يعني لا يصل إلى هدفه. إنا لننصر رسلنا، هنا الله يتدخل، والذين آمنوا في الحياة الدنيا، قد يسقط الرسل شهداء عندما ينطلقون في رسالتهم ويضطهدهم الناس، ولكن الله ينصرهم في الدنيا بعد ذلك البلاء، وإذا لم ينصرهم في حياتهم فإنه ينصرهم بعد وفاتهم، حيث تمتد رسالتهم في الناس كافة، كما لاحظنا أن أكثر الرسل لم تكن رسالاتهم ممتدة امتدادا كبيرا في الحياة، ولكنهم حصلوا على هذا الامتداد بعد الموت. كم كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكم هم المسلمون الآن؟ كم كان النصارى في عهد عيسى عليه السلام، وكم هم النصارى الآن؟ وهكذا. ويوم يقوم الأشهاد، حيث يقف الرسل ليكونوا الشهداء على الناس، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، مش بس الرسل، حتى المؤمنين. إنسان، هاي نقطة لازم ينتبه إليها، ينتبه لها المؤمنون الذين قد يعانون الكثير من الضغط،
في التزامهم أمام المجتمع الضال وأمام المجتمع الكافر، وقد يعانون الكثير من الضغوط عليهم ومن الإساءة إلى حرياتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصرهم بطريقة وبأخرى. قد لا يكون النصر كاملا، ولكن يعطيهم بين وقت وآخر علامات للنصر هنا ونقاطا للضوء في خط النصر هناك. أما يوم القيامة فلهم النصر الكبير عندما يقوم الناس لرب العالمين ويأتي الملائكة: ادخلوها بسلام آمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية من مواقع النصر ومن أزمنته وأوقاته، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. أما الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو بالمعصية أو بالبغي على الناس، هؤلاء سيقفون يوم القيامة وسيتكلفون الأعذار وسيقولون: ربنا ما عملنا من شيء. ولكن ذلك لا ينفع، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة على ما مارسوه من ظلم في الحياة، ولهم سوء الدار. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتحسسه في نفسه عندما يريد الآخرون منه أن يظلم نفسه فيكفر بربه، أو يظلم نفسه فيعصي ربه، أو يظلم نفسه فيبغي على الناس، على الإنسان الذي يأتي إليه المستكبرون والكافرون والظالمون لينحرفوا به عن الخط، ليعطوه مالا هنا أو جاها هناك، ليمنوه بالحياة الدنيا. إن عليه أن يعرف أنه سوف يحشر في يوم لا ينفع الظالمين معذرته، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. فليصفق كل الناس لك بالدنيا وأنت ظالم، وليهتف كل الناس لك في الدنيا وأنت ظالم، وليعطيك الناس كل يعطيك الناس كل امتيازاتهم وأنت ظالم. ولكن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. هذا فكر لا تغر، لا يغرن الناس. الإمام علي سلام الله عنده كلمة حلوة كثير فكر فيها: عندما يأتيكم الوسواس الخناس، وقد يكون الوسواس الخناس من أصدقائكم، وقد يكون الوسواس الخناس من أقربائكم، وقد يكون الوسواس الخناس من أزواجكم، إن من أزواجكم أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه. يجي وسوس لك: ماذا تريد من المؤمنين؟ ماذا يعطيك المؤمنون؟ اذهب إلى الكافرين والمستكبرين، تجد عندهم المال والجاه
وكل شيء هذا، وإذا طلبوا منك أن تقول كفرا هنا وأن تعصي هنا وأن تظلم هنا، فستستغفر ربك يوم قبل القيامة، والله غفور رحيم. قد يجيك بعض الناس يقولون لك ذلك، ولكن عليك أن تتعرف كيف تقف هناك ولعنة الله تنزل على رأسك، وترفض كل أعذارك وتنتهي إلى سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى، الله يرجع الناس للرسالات ويرجع النبي يتحدث مع النبي حتى يصبر وحتى يتابع رسالته، والله يتحدث مع المؤمنين من خلال حديثه مع النبي. ولقد أورثنا موسى الكتاب هدى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر لا تجزع، اصبر لا تسقط، اصبر لا تهتز، اصبر لا تنهزم، اثبت على دينك وهداك ورسالتك والتزامك وطاعتك لربك، اصبر فإن الآلام سوف تزول وإن المشاكل سوف تزول، إن وعد الله حق. إن الله شيطان بس هذه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الله يخاطب النبي، والنبي لا يذنب، هو المعصوم، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، أيها المؤمن أيها المسلم، اجعل حياتك صبرا على الإيمان وعلى الطاعة وعن المعصية، وإذا طاف الشيطان بك فأوقعك في ذنب هنا وذنب هناك، استغفر لرب ذنبك، والله ومن يغفر الذنوب إلا الله. استغفر لذنبك دائما، سواء كنت بالعمل أو كنت بالبيت، سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك، ما تخسر. تذكر ذنوبك اليومية وقل أستغفر الله، قلها بقلبك قبل أن تقولها بلسانك، فإن الله إذا اطلع على قلبك ورأى صدقك في أنك نادم على ذنبك وعازم على أن تصلح عملك، فإن الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. استغفر لذنبك بدل ما تقعد تدندلك، ما في بعض الناس يقعد يدندلنا، يدندن بأغنية هنا أو بأي شيء هناك مثلا حتى يريح حاله، ما عليش دندن، بيحب الإنسان بس دندن، يقول أستغفر الله، دندن بالحمد لله. هم تقدر تنغمها مثل ما بتنغم لك هذا، تتنغم كلمة أستغفر الله مثلا، تقدر تلحنها، معلش بعض الناس بيحب يلحن، تتلحن كل شيء إلى موسيقى، حتى الاستغفار هم يمكن تجعلها موسيقى، إذا تحب موسيقى تصير بس موسيقى إلهية تنطلق من قلبك ومن إحساسك وشعورك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إذا طلع الصباح وانفتح لك الكون ورأيت مظاهر عظمة الله في الكون، ورأيت الشمس تشرق من قلب الظلام، ورأيت كل ما كشفته لك الشمس من سماوات وأراضين وبحار وأنهار وجبال ومخلوقات لا تعد ولا تحصى، قل سبحان الله. وكلمة سبحان الله تعني تعظيما لله. استحضر عظمة الله في نفسك
من خلال ما تستشعره من عظمة الله في خلقه. فإذا أمسى المساء عليك وطلعت النجوم وأطل القمر عليك بهذا النور الهادئ ورأيت جمال الليل وانطلقت في سكونه وطمأنينته، سبح بحمد ربك، احمد ربك وسبحه، ليكون ليلك ليلا إلهيا كما يكون صباحك صباحا إلهيا. تنطلق تبدأ النهار بالله فتحمده وتسبحه، وتبدأ الليل بالله. وإذا فتحنا ليلنا لله فلن يكون ليلنا إلا طاعة لله، وإذا فتحنا نهارنا لله فلن يكون نهارنا إلا طاعة لله. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، لتكون حياتك حمدا كلها لله وتسبيحا لله واستغفارا لذنبك، لتفد على الله يوم القيامة، لتكون مع المسبحين والحامدين والمستغفرين الذين ينالون رضوان الله مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.